قال أبو العتاهية: ستباشر الأجداث وحدك، وسيضحك الباكون بعدك، وستستجد بك البلاء، وستخلق الأيام عهدك، وسيشتهي المتقربون إليك بعد الموت بعدك، لله دارك ما أجدك، في الملاعب ما أجدك، الموت ما لا بد منه، على احترازك منه جهدك، فليسرعن بك البلاء، وليقصدن الحين قصدك، وليفنينك بالذي أفنى أباك به وجدك، لو قد ضعنت عن البيوت وأهلها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح إن كان عندك، وإذا الأكف من التراب نفضن عنك تركت وحدك، وكأن جمعك قد غدا ما بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فاقدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فاقدك.